من نقاش بين الوالد وابنه عن جودة المنتج وإرضاء رغبته إلى قائمة مستلزمات مدرسية، هكذا باشرت العائلات الشلفية استباق موعد الدخول المدرسي لاقتناء متطلبات أبنائها بارتياح لما توفره أجنحة نقطة البيع كمًا، جودة وسعرًا. كلش تلقايه هنايا، تدي وتروحي هانية. نوجدوا قبل الدخول المدرسي نشوفوا الأسعار كيفاش راهي. أحسن من العام الماضي. تكسيو من برا ولا هنايا؟ هنا ديفيرونس كبيرة. هنا مليحة. صبتوا كان كلش الكراطيب السومة ما شاء الله والكراسة ما شاء الله. هذا المعروك تاع عندي تقدي تشيب سومة أقل من بلاصة واحدة أخرى. لكن مثال كيما كان تاع 96 مثال تلقاي بلاصة 10,000 بالك تلقاي 7,000 8,000. كاين ديف واحد تصيب حتى 30 دينار. 30 دينار في الحاجه نقصه على حسب لا فالور تاع الاداه هذيك تاع التلبيذ. تسيبي 5 دينار 10 دينار حتى 30 40 دينار نورمال نقصه. هي مبادرة تدخل ضمن خطة عمل وزارة التجارة بغية تمكين الأولياء من توازن قدرتهم الشرائية من جهة، وتفعيل نشاط التجار المعتمدين من جهة أخرى. تم تنظيم هذا المعارض خصيصا قبل الدخول المدرسي حتى يعلم كل المواطنين بأن هناك معارض وفضاءات تجارية. هنا الأسعار هي أسعار خاصة، أسعار في غالب الأحيان الجملة حتى بأسعار الاستيراد أو الإنتاج، يعني الخروج من المصنع، وهذا هو خصوصية هذا الفضاء التجاري والمغزى منه. إقبال لافت لم يقتصر على اقتناء الأدوات المدرسية وحسب، تعداه إلى ضمان الكتب بجميع أطوارها. اي صبت الحمد لله. هي ان شاء الله قام من هذا الشيء يقراو دراني ان شاء الله ويقراو كاع ينجحوا ان شاء الله يا رب. كتبت اونغلي كان انتري ضرب شويه جبت لقيت السنه الرابعه بريمير. كنت ماكش لاقيه برا؟ ماكش لاقيه برا، جيت لقيته لهنايا. صافا صافا لا صافا حاجه مليحه، وكان شاك فوا يديروها لنا صافي بليزير. هذه هنا دوزيام ليسي علوم تجريبيه. صبت لا لا سي بون كاع صبتهم. لا لا الحمد لله الله يقوي الخير. لا زياده في اسعار الكتب هذه السنه. هنايا كل الكتب متوفرة، نطمئن أولياء التلاميذ من هذا المنبر بأن الكتب متوفرة في المؤسسة التربوية في المعارض في النقاط التي أبرمناها أو اتخذت الإجراءات مديرية التربية عبر المؤسسة التربوية عن طريق المكتبات المعتمدة وكذلك عن طريق جوميا وعن طريق البيع الإلكتروني. يذكر أن عملية البيع عبر النقطة المعتمدة بالمطعم الجامعي وسط مدينة شلف ستبقى مفتوحة إلى غاية ما بعد الدخول المدرسي.